مئات الإيطاليين توجهوا إلى مجلس الشيوخ في العاصمة روما لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رئيس البلاد الأسبق كارلو إيزيغليو تشامبي الذي توفي يوم الجمعة عن عمر ناهز 95 سنة. المودعون من مختلف الفئات العمرية شيبا وشبابا. وتقول سيدة إيطالية: لقد قام بالكثير لأجل البلاد وأنا هنا لأودعه الوداع الأخير. ويقول شاب إيطالي: إنه الرئيس الذي منحنا أكبر المعاني كشعب، إذا من الصعب أن أتي له هنا. ولم يكن تشامبي ينتمي إلى أسرة سياسية، ونجح كرجل دولة في بلد كان يشهد تحقيقات عدة في مجال مكافحة الفساد، وقد انتخب رئيسا للبلاد عام 99.